السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. فنواصل دروسنا من بعد واحد القطع ومن بعد واحد الفترة ديال عدم التواصل مع المشتركين والمشتركات أيضا، فنواصل في المجال القانوني وغنعرضه في حصتنا اليوم من بعد حصة البارح اللي ذكرنا فيها عن الحقوق والواجبات ديال الموظف، وذكرنا أن هناك رخص استثنائية بمعنى رخص بالتغيب، وذكرنا فيها أن هناك رخصة استثنائية لأجل أداء فريضة الحج. واليوم غنتكلم على الرخصة الاستثنائية للتغيب عن العمل لأداء صلاة الجمعة. فكتسمح الإدارة للموظفين بالتغيب عن العمل لأداء صلاة الجمعة حين يكون عملهم يمتد إلى حدود 12 زوالا، أو يبتدئ قبل الساعة الثالثة بعد الزوال. وفي هذا الإطار يمكن الإدارة ديال المؤسسات استثناء أو كنموذج المؤسسات التعليمية بتوزيع حصص العمل الأسبوعية بشكل مناسب لتحقيق هذه الغاية. ولهذا الأساس جرت العادة في كثير من المؤسسات التعليمية كنموذج على أنها تتوقف الدراسة صباح كل جمعة في الساعة 11:45، وكيستأنف العمل في الحصة المسائية في الساعة 2:45 بعد الزوال. وكما أشرنا، فإن التمتع بالرخص الاستثنائية أو الإذن بالتغيب يخول صاحبه حق الاستفادة من المرتب والتعويضات العائلية، غير أنه إذا أمكن منح الرخص الاستثنائية بقرار إداري صادر عن الإرادة عن الإدارة المركزية، فإن التأشير على هذا القرار من طرف المراقب المالي يستدعي حذف التعويضات القارة التي كان يتمتع بها الأجير، كالتعويض عن التعليم والتعويض عن التأطير والتعويض عن الأعباء والتعويض عن البحث، وكذا التعويض الخاص بالتسلسل الإداري. إذن مجملا هذه هي الحقوق ديال الموظف حين يتمتع برخصة استثنائية كتسمح له بالإذن بالتغيب. فنوقف في هذا الحد إلى أجل اللقاء معكم في حصة قادمة إن شاء الله، وبالتوفيق والنجاح.